وبالعودة إلى الغارات على سوريا، فقد أفادت الإخبارية السورية بهجوم إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط محافظة طرطوس. وكانت وكالة سانا الإخبارية السورية قد أفادت بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محافظة طرطوس على الساحل السوري. بدوره ذكر المرصد السوري أن إسرائيل استهدفت مواقع عسكرية للجيش السوري والميليشيات الإيرانية في ريف طرطوس. وهذه هي الصور الأولية التي وردتنا قبل قليل لمحيط المواقع التي تعرضت للهجوم في محافظة طرطوس، وهذه الأجسام في سماء المحافظة كما أشارت وكالة سانا هي لطائرات إسرائيلية معادية تم التصدي لها من قبل الدفاعات الجوية السورية. الآن معنا عبر الهاتف من القاهرة مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أستاذ رامي مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. ضعنا في آخر التطورات لأنه أشرنا إلى المرصد قبل قليل في الخبر العاجل. نعم. ما هي التفاصيل لديكم؟ نعم مساء الخير. طبعا بشكل قطعي هناك خسائر بشرية في صفوف عناصر الرادارات والدفاع الجوي الذين يعملون في تلك المنطقة التي تعرضت لقصف إسرائيلي وهي جنوب طرطوس، وأيضا لا نعلم إذا ما كان هناك خسائر بشرية في صفوف الميليشيات الموالية لإيران أو حزب الله اللبناني، لكن بشكل قطعي الخسائر البشرية كانت في ضمن، يعني لا نعلم إذا ما كان هناك قتلى، ولكن بشكل قطعي هناك جرحى، جراحهم قطرة، جرى إسعافهم الآن قبل قليل من هذه القواعد العسكرية، قواعد رادارات ودفاع جوي جرى استهدافها من قبل الطائرات الإسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية، وأيضا جرى استهداف مستودع تابع لميليشيا حزب الله في محيط هذه القاعدة. لكن على ما يبدو أن المستودع لم يكن الهدف الأساسي، الهدف الأساسي هو تحييد الدفاعات الجوية وتحييد الرادارات قبل استهداف نقاط تابعة لحزب الله، مثل ما كان عليه الحال قبل فترة عندما استهدفت جنوب طرطوس حقيقة الأمر، وجرى تدبير مستودعات قال النظام حينها بأنها مجنة ويعني حظيرة لتربية الأبقار، بينما هي كانت تحولت حقيقة الأمر لمستودعات لحزب الله اللبناني تحديدا وليس أي ميليشيات إيرانية أخرى. إذن نحن نتحدث عن قواعد رادار وبطاريات صواريخ أرض جو استهدفت في هذه الغارة. هل لديكم أي فكرة عن عدد المواقع التي تم استهدافها؟ ثلاثة مواقع أو ثلاثة صواريخ وصلت إلى أهدافها بشكل قطعي، حاولت الدفاعات الجوية التصدي لها. على ما يبدو بأن الصواريخ الإسرائيلية باغتت الدفاعات الجوية في هذه المنطقة واستهدفتها بشكل مباشر قبل أن يعني تستطيع بطاريات أخرى إسقاط الصواريخ الإسرائيلية. لكن دعنا نقول بأن دائما الضحايا أبناء الشعب السوري، سواء من كانوا من قوات النظام، ولكن الصراع الإيراني الإسرائيلي مستمر على الأراضي السورية. أشرت إلى مستودع قد يكون مستودع تابع لحزب الله، هل هناك مواقع أخرى غير مواقع القوات السورية استهدفت في هذه الغارة؟ نعم هناك مستودع يعني كان من المفترض سابقا بأنه مخزن للسلاح تابع للجيش العربي السوري بين المزدوجين، ولكن بات مخزن لحزب الله اللبناني الذي يتخذ من الأراضي السورية مقرا لتخزين أسلحته في غرب سوريا، بينما إيران تتخذ مناطق شرق سوريا مقر لتخزين وتصنيع الأسلحة في ريف جبل سور. أيضا أشرنا قبل قليل في الخبر أستاذ رامي لأنه هذه الصواريخ أطلقت ربما من فوق الأراضي اللبنانية، إذا لم أكن مخطئا هل هذا دقيق؟ نعم بحسب ضباط أو الأجواء اللبنانية من الأجواء اللبنانية بحسب ضباط يعملون في الرادارات في منطقة بانياس أكدوا بأن جرى رصد الطائرات الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية. هل هناك حصيلة يعني عن الضحايا حتى الآن على الأقل أولية؟ معلومات مؤكدة عن وجود خسائر بشرية، لكن عدد الذين قتلوا بهذه الغارات غير واضح حتى اللحظة. الأهداف المعادية بحسب وكالة سانا كانت أيضا في محيط سلسلة جبال القلمون، ما الذي يعنيه ذلك أستاذ رامي؟ يعني بأن وكالة سانا كانت آخر من ينشر، كانت لم تعلم بأن هناك صواريخ إسرائيلية تستهدف الأراضي السورية. جبال القلمون يوجد فيها حزب الله اللبناني، يوجد فيها مستودعات لحزب الله اللبناني، وسابقا قلنا بأن الأراضي السورية المحاذية للبنان هي تحت سيطرة حزب الله اللبناني بصورة أو بأخرى، أما عبر السيطرة المباشرة أو عبر ميليشيات تابعة لحزب الله.
إذن حتى نلخص الموقف أستاذ رامي، نتحدث عن 3 صواريخ بحسب المعلومات الواردة منكم من المرصد أطلقت على هذه الأهداف. لا، 3 صواريخ وصلت إلى أهدافها. هناك 10 صواريخ أطلقت، ولكن هناك 3 صواريخ وصلت إلى أهدافها المراد أن تصل إليها وحققت مرادها من هذه الغارة. والمواقع التي استهدفت كانت قواعد رادارات وأنظمة دفاع جوي تابعة للقوات السورية. أحد المواقع هي دفاعات جوية ورادار ودفاع جوي. شكرا جزيلا لك الأستاذ رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان معنا عبر الهاتف من القاهرة.